منذ قرابة الخمسة أشهر اكتشفت السيدة زهرة إصابتها بالسرطان. مسيرة المناضلة هو ما يطلق على كل مصاب بالسرطان يعاني الأمرين في مواجهة المسار الطويل منذ اكتشاف المرض إلى غاية الانتهاء من العلاج، في الوقت الذي تواجه فيه معظم المصابات مشكلة توجيه. يبعثني زعما ميدسا يقول لك روحي لواحد آخر، وحدي يروح لواحد آخر، وحدي يطبعك الواحد. أنا عييت بنتي وحدي، أنا ربي سبحانه. تعيرت يقول لي خاصين زوج ثلاثة، يقول لي حدي لهم الدراهم، أنا مين نجيب؟ ومن بعدك وراوا لي الناس، قالوا لي كاين جمعية في بيلكور كانت، من بعد جات لهنا نور الضوحة، نور جيت عدي لي راديوات، مستكلفة بنا جبنا رونديفو. في محاولة للتقليص من معاناة المصاب بالسرطان، تسعى جمعية نور الضحى إلى القيام بإجراءات التكفل الصحي للمرضى بهدف تسريع الوصول إلى العلاج لتفادي مضاعفات المرض. يدوت مرض مساكن يستناو وما يعرفوش، هذه هي اللي فريمون مشكلة. بون يعطي الواجب وشنو لا بريزون شارج لو سويفي لي زيكزامان تو بور ليكسبلوراسيون. Est-ce que l'exploration elle est facile? D'abord le rendez-vous il est loin. روح دير سكانير، روح دير بريلافمون، لو بريلافمون استنى، لي زاناباط نورمالمون لي كي ديرو ابري ان اكت شيروجيكال ولا ان بريلافمون جو سي كومون لاناباط تقعد قريب دو موا مازال. بوركوا لو برودوي مانك دو برودوي؟ وعلاه لو مانك دو برودوي؟ اول عائق ينطلق مع اكتشاف الطبيب العام للمرض، لتجد المريضة نفسها أمام حتمية مواجهة سرطان الثدي بنفسها. لو برومي اكزام كال دو افير هي لا ماموغرافي، وتعاود ترجع لي ولا شكوا فيها عندها يزيدوا لها ليكوغرافي، بصح تعاود تولي ليا بالدياغنوستيك انها عندها الكونسير دو سان، ومن بعد باش تكمل يعني الاجراءات تاع الجراحه ولا في المطاف الاول تبطا تقدر تصيب بزاف الناس باسكو لوفر كاين بزاف، ستادير لا دوموند بلوتو كاين بزاف ولوفر ما يقدروش باسكو كاين بزاف الغاشي في سي بي ام سي. هذا هو المشكل، باش المراه ما تضيعش الوقت، ما تبطاش بزاف بين التشخيص والعملية ولا بين التشخيص ولا لا بيوبسي. الطبيب العام، أول حلقة تبدأ بها المصابة بالسرطان عند اكتشافها للمرض، لكنها منفصلة عن السلسلة العلاجية، مشكل يرجعه المسؤول الأول عن المخطط الوطني لمكافحة السرطان لنقص التنظيم بين مختلف الفاعلين. الجزائر عندها الإمكانيات، عندها الإمكانيات الكافية باش تستلزم بهاد المرضى. واش هو؟ كاين نوع من النقص في النظام وتنظيم يعني المؤسسة اللي يخلي حقيقة بعد المرضى حتى يبقاو شغل يلهطوا على الطبيب اللي ليق، يلزم ان باركور دو مالاد كون ابلي لو باركور دو كومباتان. بالمقابل المختصون بمراكز مكافحة السرطان يشيرون إلى الضغط الكبير على المصالح الاستشفائية من جهة، وتعقيدات المرض التي تفرض أخذ الوقت الكافي قبل مباشرة العلاج. المرحله الاولى هذه هي لقاء الاول، نديروا لو دوسي ميديكال، نكملوا لي زيكزامان، من بعد الا ما عندهاش بيوبسي تروح المرحله الثانيه. في الهجور هذاك تاع لا كونسلطاسيون هادشي كامل يتعمل، نديمونديو لي بيلون وتتبروغراما لا بيوبسي تاعها، تروح تعمل لا بيوبسي تاعها في المستشفى بيان سور في سونتر بياري ماري كوري. اون فوا يتعمل هذاك التشخيص اللي نديروا حنايا هذاك نحيو العينات ونعيروهم، يروح هذاك التعيين لابوراتوار مختص اللي يقدر هذاك الوقت ياكد كاين ولا ما كاش المرض. تعاود تولي المرأة تشوفي دوك لو سيركي كيفاش راه. إن فاك التشخيص نعملو خدينا قرار، المرحلة الثالثة اللي هي أهم مرحلة عندنا حنا سكون أبال أن كوميتي دو سينولوجي. دوك لو سيركوي طويل باسكو سي أون مالادي كومبلكس، وين ماشي غير طبيب واحد اللي عالج السرطان، مجموعة كبيرة من الأطباء اللي تعالج مريضة واحدة، كل واحد في الاختصاص تاعو. مسار طويل يقطعه مرضى السرطان، وكلهم أمل في الشفاء من هذا المرض الخبيث الذي يصيب أكثر من 42 ألف جزائري كل سنة، في انتظار تفعيل آليات تضمن التكفل الأمثل من الجانب الصحي، النفسي والاجتماعي للمريض.